ما حدث في السماره واعطاء مداخلتك حسب الطريقه اللي بغيت انت. تفضل اخي الكريم، واهلا وسهلا بك وشرفتني بحضورك معي. اولا الحمد لله والصلاه والسلام على مولانا رسول الله، تحيه طيبه الى الاخ الرأي المغربي، وتحيه طيبه الى هذا المناضل سيدي احمد الذي ربما عانى في هذه المخيمات الذل والعار. تحيه اليك وتحيه الى جل المواطنين الذين لهم حرقه عن هذه المملكه. اقول لك سيدي احمد، دمت رجلا ودمت اسدا لهذه المملكه، والحمد لله الوطن غفور رحيم. اقول اخي الرأي المغربي، ما حدث في سماره والله لا عار ودل على هاد الاخوان الذين قاموا بهاد العمليه، وهي مهزله، والحمد لله جاء مصادفا مع تقرير الامم المتحده. اقول لكم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، هذا القرار جاء، ليس جاء عبثا، لم يأتي عبثا، ولكن جاء خدمة وتكميلا للمرحوم الحسن الثاني المغفور له رحمة الله عليه، عندما قال غدا إن شاء الله سنستخرق الحدود، غدا إن شاء الله ستطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطأون أرضا من أراضيكم، وستلمسون رمالا من رمالكم، وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. عليك أن تكون يا أيها المغربي رقيبا شهيدا على نفسك طيلة القرون، لأنك دائما ستبقى محسودا على تلك الأرض. لذلك المسيرة الخضراء السلمية لم تحكم عليك نهائيا بالمسالمة. أقول لك أخي الرأي المغربي، الصحراء المغربية آتت الحمد لله بعمل من ملك إلى ملك، ومن ملك إلى ملك، حتى ملك محمد السادس نصره الله وحفظه وشفاه من هذا المنبر. يجب أن تعلم بأن تم التصويت بنجاح لصالح المملكة المغربية ب 13 صوت، وصوتان محايدين هما روسيا والمزنبيق. وأنت تعلم أخي الرأي المغربي بأن روسيا لها علاقة وطيدة مع المملكة المغربية، وهذا موضوع آخر. وهذا القرار جاء مجهود الكبير للدبلوماسية المغربية وحنكة الملك محمد السادس نصره الله، لأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا اليوم تمديد الولاية بعثة المينورسو لمدة عام. لماذا؟ تكريما والمجهود وتكريس السمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء في النص القرار رقم 2703 الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية في هذا القرار، أن مجلس الأمن قرر تمتيد الولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024، وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالح المملكة المغربية. أما ما يتعلق بإخواننا الفلسطينيين، وأنت تعلم الحسن الثاني المغفور له رحمة الله عليه كان دائما وأبدا وراء هذه القضية، ومحمد مدينة السادس نصره الله وهو رئيس مجلس القدس كان دائما وراء هذه القضية الفلسطينية. رحم الله شهداؤنا في فلسطين، ورحم الشهيد الطفل الشاب في أسمرة. الحمد لله على هذا القرار، عاشت المملكة المغربية، عاش الملك، ولا عاش من خانها. الصحراء مغربية والمغرب في صحرائه، دمت في رعاية الله أخي الرأي المغربي. أترك مكاني حتى يأتي بعض الدكاترة لنستفيد منهم، أعانك الله على هذا. شكرا جزيلا الأخ عاش الملك. عندي لك طلب إذا أمكن من فضلك، أريد منك أن تعيد لنا، لا نريد من العالم أن يعترف لنا بالصحراء، وإنما نريد أن يعلم العالم مع من حشر الله في الجوار. وعندما قال الحسن الثاني لا أريد العالم أن يعترف لنا بالصحراء، ولكن أريد أن يعلم العالم مع من حشر الله معه في الجوار. دمت في رعاية الله أخي الرأي المغربي. شكرا جزيلا أخي. الصحراء المغربية، وأنت أسد من أسود هذه المملكة وجميع المواطنين المغاربة والمؤثرين
الذين ربما دكاترة، وكما قلت لك كعبد الحق صنيبي، كمنار سليمي، كياسر، وكبعض الإخوان الذين الحمد لله يدافعون هذه المملكة. دمت في رعاية الله وأترك مكاني. شكرا جزيلا لك أخي عبد الملك، هي طيبة لك أخي الكريم، بارك الله فيك. الإخوان إذا ممكن أن